مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا بيكم في يوم جديد من أيام وليالي النادي الأهلي. النهاردة بنقول مبروك، مبروك لكل الأهلوية، مبروك للمصريين. النهاردة موجودين دلوقتي معاكم، مش من الإنتاج الإعلامي، لأ، موجودين في استاد الأهلي والسلام. النهاردة ثلاث مؤسسات على أعلى مستوى بتحتفل النهاردة وبتطلعنا منتج على مستوى عالمي. طبعا الانتاج الحربي، المؤسسة الكبيرة المالكة لاستاد السلام في مدينة السلام، وكمان مؤسسة كبيرة جدا، مؤسسة اسمها النادي الأهلي، ومؤسسة الشركة المصرية للاتصالات وي، عملوا لنا نموذج أكتر من رائع، نموذج وطني، نموذج رياضي. النهاردة موجود بيحقق حلم من أحلام جماهير النادي الأهلي، حلم كبير جدا كان النادي الأهلي بيحلم بيه وجماهيره، أنه يكون له استاد، ولسه كمان الأحلام جاية، لكن بالتعاون الأكتر من رائع مع مؤسسة كبيرة زي الإنتاجي الحربي الموجودة هي المالكة لهذا الاستاد، أدت حق رفع شعار النادي الأهلي وشعار كبير جدا مع شعار شركة كمان كبيرة جدا هي المصرية للاتصالات وي. برحب بيكو وفي استاد الأهلي وسلام. مساء الخير يا سهام. مساء الخير، يا رب جعله فتحة خير علينا، قولوا أمين. مساء الخير، وهو خير، وخير كبير قوي وخير عظيم بنشوفه النهاردة من وقت ما بدأ الافتتاح، افتتاح استاد الأهلي، الأهلي والسلام. مبسوطة جدا وإحساس مختلف وكبير جدا وعظيم. أنا مبسوطة وفخورة وأنا قاعدة واسم شعار النادي الأهلي في كل مكان في الاستاد. من ينتمي لهذا الكيان يعرف الشعور ويعرف لغة الحماس اللي الواحد بيتكلم فيها في اللحظة دي. شكرا وي، أنا مبسوطة جداً إن إحنا مع حضراتكم النهاردة في ليلة خاصة من ليالي البيت الكبير. الإنتاج الحربي شكراً، شكراً لشركة استادات اللي اختارت هذا الاستاد علشان نرفع شعار النادي الأهلي البيت الكبير هنا في مدينة السلام. طبعاً ده كله بالتعاون مع الشركة الراعية، الشركة المصرية للاتصالات وي، وإحنا بيسعدنا إن إحنا يكون النهاردة في يعني في استضافتنا في البيت الكبير واحد من أهم ممثلين الشركة المصرية للاتصالات وي، هو السيد محمد أبو طالب. أنا برحب بحضرتك، وحضرتك طبعاً النائب التجاري للشركة المصرية للاتصالات، برحب بيك وألف ألف مبروك. اسم النادي الأهلي اسم كبير وعظيم، وأيضاً شركة وي أو المصرية للاتصالات وي اسم كبير. إزاي جه هذا التعاون؟ أولاً أشكركم طبعاً على المقدمة الجميلة دي، ويوم جميل جداً يعني طبيعي كل الناس تبقى فرحانة بيه، الجمهور النادي الأهلي العظيم اللي استحق كل خير، شركة استادات اللي طبعاً إدارة بتاعتها معروفة بتنظيم والتكفل بكل الحاجات الناجحة قبل كده، مجلس إدارة النادي الأهلي أشكره جدا باحترامه الجميل والمعهود بالاحتفال النهاردة، وأبارك له على مجهوده وحاجة تحسب له في العهد بتاعه. بداية الموضوع كانت لما كنا بنتكلم في حق رعاية النادي الأهلي، لما كنا قاعدين مع كابتن محمود الخطيب، والفكرة بدأت بأول حملة إن شركة وطنية وعريقة وقديمة زي المصرية للاتصالات وي تبتدي تدخل في أهم حاجة بيحبها الشعب المصري وهي كرة القدم. وكنا ابتدينا برعاية الدوري المصري وكأس مصر، فكانت ختامها مسك بإن احنا نرعى النادي الأهلي وهو نادي عظيم وعريق، ونتشرف طبعاً بإن احنا شعارنا يبقى على قميص نادي الأهلي. بس أول حاجة فكرنا فيها لما جينا نتكلم في حكاية الشعار على قميص دي، كنا عاوزين نبقى مختلفين. اتفقنا، وكانت في جمله مشهوره جدا كانت في الاجتماع مع كابتن محمود الخطيب، النادي الاهلي اكبر من احد يراه. المصريه للاتصالات شركه كبيره جدا وعظيمه جدا، بس احنا كنا عاوزين نبقى كنوع من مشجعين النادي الاهلي، كنوع من نتشارك الداعمين مشاركين للنادي الاهلي، نبقى الشعار بدا من هنا ان وي معاك يا اهلي. الفكره نفسها جت من ان احنا ان حضراتكم تكونوا شركاء والنادي الاهلي كمان شريك معاكم، فهي بالزبط. كلمه وي
جت من منطلق ده بالظبط، وان احنا نبقى شريك فعال، مش بنجيب شعار نحطه على قميص نادي الاهلي وننبسط انه يظهر في التلفزيون. لا، احنا عاوزين نعمل حاجات تبسط الجمهور بتاع النادي الاهلي. النادي الاهلي عباره عن كيان ليه جمهور. لا، وكمان عايز ازود على حضرتك، انتوا كان لكم كمان دور كبير قوي في تطوير قناه النادي الاهلي. بالظبط يعني بالظبط، ولسه دور مهم. ولسه الفتره الجايه دي لسه جايين بقى دايما احنا لسه كنا بنتكلم مع اداره السادات ان دي المرحله الاولى. مرحلة أولى، خطوة جبارة، أول مرة تحصل في مصر. شراكة الاستاد رائع، العلامات التجارية والنادي الأهلي والاستاد رائع جدا، والفكرة نفسها هنبتدي نبقى ندخل في العصر الطبيعي يعني نحصل اللي بيحصل بره يعني. بالظبط يعني الكلام ده بيحصل كتير جدا في أوروبا. لكن كمان حضرتك بتشارك كمان منظومة كبيرة جدا اسمها الإنتاج الحربي. الإنتاج الحربي هو طبعا مالك الاستاد، وماتشاته هتكون موجوده في الاستاد وتمارينه موجوده في الاستاد، لكن كمان وجود تعاون مشترك ما بين، انا في اعتقادي، ثلاث مؤسسات كبار. بنتكلم على مؤسسه عظيمه زي الانتاج الحربي طبعاً، مؤسسه كبيره زي النادي الاهلي، وكمان مؤسسه المصريه للاتصالات. عاملين حاجه كويسه، حاجه جديده. بس خلينا اقول يعني انت عريس الليله بصراحه يعني بجد عامل شغل من اول ما بنخش من باب الاستاد، والاحتفاليه الرائعه والتنظيم الاكثر من رائع. وانا عارف انك اشتغلت كتير اول الفتره اللي فاتت. طبعا طبعا. وانت اكيد سعيد انك بتشوف يعني نتاج هذا التعب، ان المجهود ده كله بيطلع بصوره مشرفه وصوره جميله ويعجب الناس فعلا. ولسه زي ما قلنا المرحله الاولى دي اقل مرحله ان شاء الله هتبتدي فيها، ده لسه داخلين على حاجات تانية كتير تعجب الجمهور ويفتخر بان لعيبته وغرف الملابس والدرجه بتاعت الاحتياطي والتطبيقات اللي هنعملها وازاي يعني. مش عاوز احرق شويه مفاجآت بس انا يعني عارف شويه ان شاء الله اللي جايه اكتر ان شاء الله. ان شاء الله. لكن برضو احنا بنتكلم النهارده، وهذا التطوير الرائع اللي احنا شايفينه ده ما كانش بالسهل، وكان في اكيد مجهود كبير، خاصه ان احنا بنقول ان احنا في ظروف استثنائيه يعني طبعاً. احنا بنشتغل في تطوير. من قبل طبعا كانت قناة النادي الأهلي وشركة وي كانت عاملة شغل رائع زي ما حضراتكم شفتوه في وقت الافتتاح. النهاردة كمان إنجاز رائع وراقي جدا بتحققه شركة وي، لكن في ظروف كان فيها كورونا، كنا بنشتغل أونلاين، كان الموضوع صعب جدا. وأكيد التعاون ده ما كانش مجيش في يوم وليلة، ولا الشغل ده جه في يوم وليل. اضعاف المجهود الطبيعي، اضعاف المجهود الطبيعي. بس النهارده برضو احنا جزء من كيان كبير. مصر قدرت تتعايش مع كورونا بطريقه كفء جدا ومنظمه جدا. احنا كنا مبهورين كلنا. هي منظومه كبيره، فاحنا خدناها بالتبعيه. الشركة المصرية للاتصالات والنادي الأهلي وكل المنظومات اشتغلوا بأن الشغل يفضل ماشي زي ما هو. الإنجاز ده بالظبط كان يحصل، تطلب مجهود أكبر 3-4 أضعاف طبعا، بس كان هيطلع بنفس الطريقة وبنفس الكفاءة ونفس المجهود. لأن استاد الإنتاج الحربي كمان أستاذ محمد هو استاد كبير جدا. بالظبط. والملعب يعني ضخم زي ما احنا شايفين، وشفنا يمكن برضو مباراة رائعة يعني النجوم الحقيقة اللي سطروا التاريخ ده وعملوا أمجاد يعني طبيعي في الملعب. طبيعي طبعا. استاد على اعلى مستوى. انا يعني عارف وشفت استادات طبعا بره في العالم. لا يقل يعني، انا شايف ان الاستادات وخاصه على المستوى اللي بتتبني بيه، على مستوى البنيه الاساسيه، على مستوى نوعيه الملاعب. مستر محمد انت كمان لسه في تطوير، لان ان شاء الله العمليه اللي جايه كمان احنا شفنا استادات بره كمان ليها استثمارات كبيره جدا، مش بس ان مباريات كره قدم، مش بس انك استاد بس تلعب فيه، لكن شفنا فيه بيبقى فيه ماركتنج كبير جدا، فيه بتستغل الاستاد في حاجات كتير جدا، ارضيه الملعب تستغل كمان، ان ممكن يكون في محلات تجاريه. بالزبط. كل دوت اعتقد ده في البلان اللي جاي يعني. فرح الناس، انا عايزك تديهم بس طب حاجه واحده شويه مفاجات. بص مش لازم نحرق بالظبط، بس اللي عاوز اقوله لهم ان بصوا على انديه كبيره في اوروبا. شوفوا ايه اللي بيحصل للنوادي الكبيره اللي فيها، هيبقى كوبي منها بالظبط هنا يعني. مش عاوز، اصل المفاجاه بتبقى حلوه برضه في ساعتها. ليه؟ الاعلان هيبقى حلو كده، بس عشان يبقى اسمها مفاجاه يعني. بالظبط. وكده بتبقى يعني دايما احنا الحمد لله والشكر لله يعني عمرنا احنا كشركه وي عمرنا ما اتكلمنا عن وجود الاستاد. بس احنا دايما بننفذ، اتفقنا، خططنا، راقبنا التخطيط والتنفيذ، وبعد كده اعلنا. ان شاء الله احنا دلوقتي شغالين في حاجات كتيره جدا وهتعجب الجمهور جدا. وكمان في جزء تمويلي شركه السادات بتبتدي تنفذ على اساسه، لان احنا مش تخصصنا الرياضه، تخصصنا الاتصالات. في جزء
ليه علاقه بالاتصالات والتكنولوجيا، وخصوصا ان من اهم الملفات اللي مصر مهتمه بيها النهارده اللي هو التحول الرقمي. النهارده مصريات الاتصالات الفتره اللي فاتت دي كان ليها دور كبير جدا في التحول الرقمي، لازم التحول الرقمي يبتدي تطبيقه. فالناس يعني في حاجات كتيره جدا، يعني لما قاعد في بيته وداخل على الابلكيشن ويقدر يتفرج على التمرين حاجه من الحاجات، يعني برضو تبقى اونلاين، يعني اونلاين الناس تتفرج على داخل الابلكيشن، داخل تتفرج على التمرين في الاستاد، كل التمرين، تعليقات الناس، اللعيبه، انترفيوز مع اللعيبه. لازم نقرب الجمهور وقاعد في بيته من اللعيب ومن النادي بتاعه. وفي تطبيقات كتيره وفي حاجات كتيره ان شاء الله، يعني باذن الله ان شاء الله ان شاء الله كلنا امل ان في حاجات جديده ان شاء الله. وزي ما قلنا ملعب الاهلي دي السلام ده ملعب، وتاني بنأكد ده ملعب الاهلي وملعب الانتاج الحربي. كل التدريبات بالنسبه لفريق الانتاج الحربي هتكون موجوده، وكمان بيصادف، وده اختيار جيد جدا 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 لعمليه الافتتاح، ان اول مباراه للنادي الاهلي هتكون يعني المباراه اللي قادمه ان شاء الله يوم الجمعه امام الانتاج الحربي في ملعب الاهلي والسلام. ده طبعا كان جزء من الخطه، او كان يعني هي جت بمحض الصدفه ان انتوا يعني هي ما بين محض الصدفه وما بين التخطيط يعني بالظبط كده. هو لما يكون كل اعضاء المنظومه وكل اطراف المنظومه حابين اللي هم بيعملوه وعاوزين يحققوا نجاح بينجح. مفيش حد كان كاره او متضايق او تعبان وهو بيشتغل الشغل ده تحت ضغوط الكورونا وتحت ضغوط الوقت القصير اللي بيعملوا بيه الكلام ده. دايما نتيجه الحب ورا الشغل والمجهود لازم يبقى فيه نجاح، ولازم يبقى فيه صوره مشرفه تطلع الكيانات دي كلها بطريقه مشرفه. اكيد. وكمان حضرتك قلت كمان على هو مش وي بس الاهلي، ده كمان كان راعي الكره المصريه، ولحد دلوقتي حضرتك راعي الكره المصريه. لحد دلوقتي راعي الكره المصريه وكاس مصر وكاس بس مصر. في معايير يعني اكيد تم وضعها لاختيار برضو الاهلي، وان يكون الاهلي جنبه وي، فده برضو زي ما احنا قلنا في البدايه اسمين كبار جدا. ازاي تم اختيار الاهلي بناء على اي معايير استاذ محمد؟ الإجابة بسيطة جدا، يعني الاختيار النادي الأهلي شيء يشرف أي شركة ترعاه. الأهلي نادي عظيم جدا، وجمهور عريض جدا، وقاعدة عريضة جدا، وإنجازات وتاريخ عظيم جدا، ومتوقع كمان التاريخ عظيم جدا. فحضرتك طبعا اللي يرعى نادي الأهلي كسبان. يعني كسبان يعني انا النائب التجاري بقول لحضرتك. طبعا لوجو النادي الاهلي، شعار النادي الاهلي طبعا لما بيتحط جنب اي شركه، اعتقد ده مكسب كبير جدا للشركه، بالرغم طبعا مؤسسه كبيره زي وي، مؤسسه كبيره على مستوى عالي جدا. لكن طبعا النادي الاهلي زي ما انت بتقول، حتى اعتقد في الشغل التجاري بيبقى العلامه بتاعت النادي الاهلي وشعار النادي الاهلي ده فلوس لوحده. طبعا انك بتشتغل، وفي السي في بتاع حضرتك بتقول انا كنت راعي نادي الاهلي في سنوات ان شاء الله نستمر في الرعايه على طول باذن الله. انا عارف المفاجات ان شاء الله اللي جايه باذن الله، يعني حاجه نفتخر كلها بيها. احنا تاني باكد على ان الشعار اللي طلع بتاع وي معاك يا اهلي كان شعار عملي جدا صح، وفكرنا فيه كتير جدا. عشان احنا عملنا شعار خاص، يعني احنا الشعار الاصلي بتاعنا وي قبل اي حد، بحيث ان احنا بنقدم كل خدمات جديده ومتنوعه وتكنولوجيا جديده دايما قبل اي حد. لكن بالنسبه للنادي الاهلي خاصه، وي معاك يا اهلي، معاك يا اهلي، عشان احنا تاني بناكد على عمليه الرعايه، مش مجرد انك انت بتحط شعار على قميص عشان تستفيد منه، لا، لازم تفيد الاخرين في حدود التكنولوجيا بتاعتك وحدود الافكار اللي الشركات المنفذه بصراحه بتتعاون بيها بتقولها. ان شاء الله باذن الله. حضرتك قلت، ويمكن من خلال طبعا مشوارك الطويل من خلال الاتصالات، في بعض الشركات مجرد انها بتاخد شعار النادي الاهلي ويبقى الموضوع انتهى على كده وتمام التمام، وبتبدا العمليه ما يبقاش فيها العائد المناسب ليها حتى، لكن مجرد وجودها جنب النادي الاهلي. حضرتك بتقول لا، احنا مش يعني الكلام ده مش معانا، انت عندك كمان بلان جاي ان شاء الله الفتره اللي جايه. النادي الاهلي كمان على حضرتك على المستوى الافريقي، يعني كمان على المستوى الافريقي، اظن كمان ان المستوى الافريقي بيدي كمان، بتوسع دايره يعني اعلاناتك، بتوسع دايره معارفك على المستوى الافريقي، فده كمان شيء مهم جدا على المستوى الافريقي طبعا. وبرده تاني انا عاوز اعيد الحته دي، اليوم اللي احنا فيه النهارده ده يوم تاريخي طبعا، ده اول مره تحصل في مصر، ده صحيح. الحدث ده والنوع ده من الحدث اول مره يحصل في مصر، فلاي واحد واي كيان الشرف ان هو يشارك في الفكره من انطلاقها لاول مره.
دي حاجة تاريخية يعني يوم النهاردة ده كده وكمان مع الكورونا يعني وكده فده رغم الظروف حاجة نادرة كمان حاجة تاريخية ونادرة جدا بصراحة بالظبط فيا رب دايما يا رب نبقى على حسن ظن على قد حسن ظن جمهور الأهلي ولازم جمهور الأهلي ويعرف إن إحنا بنحاول يبقى دورنا فعال أكتر ما هو ظاهر ويا رب يا رب إحنا المصرية اتصالات وبتحاول بصفة عامة كمان تشارك في المنظومة الرياضية كلها احنا بنرعى منتخب بكرة اليد بنرعى كل ما هو يعني في العاب اخرى غير كرة القدم طبعا كرة اليد يعني حضراتكم الشركة المصرية للاتصالات كمان بترعاها بالظبط يا فندم فاحنا دورنا هي الرياضة احنا عايزين حاجات فعالة حاجات تحبها الشعب حاجات مفيدة للشعب ونبقى فعالين دايما فيها يعني نعمل حاجة بناءة مش شعار وتجاري نستفيد منه خالص احنا بنحاول نبقى لينا دور في مجتمعي طبعا بالظبط الدور المجتمعي كنت هاجي لحضرتك فيه وغير الدور التسويقي وان برضو عمليه التسويق وعمليه المكسب ده اكيد لكن كمان شركه وطنيه شركه عندها كمان التعاون الوطني من خلال حضرتك بتقول الالعاب وكمان انا نفسي كمان تكون على مستوى الالعاب الفرديه مستوى الالعاب الفرديه في مصر من زمان اعتقد مظلومة. كانت مظلومه بشكل كبير جدا بالرغم انها بتحقق نتائج في اولمبياد جايه ان شاء الله اللي جايه ف لينا دور ان شاء الله كمان بالاولمبياد باذن الله مش عايزين تقول نوع المفاجاه عايزينك تقول امتى المفاجاه اللي جايه يعني لا ان شاء الله بس اقول لحضرتك حاجه بس لان انا ما بقولش ميعاد بموضوع الكورونا ده لخبط الواحد حساباته يعني هو ما عطلش قد ما هو لخبط يعني مش عارف تقول امتى ايه اللي هيحصل بس هي دي المشكله لكن احنا مخططين المراحل احنا قلنا دي مرحله اولى فقط والله دي اول مرحله ابسط مرحله اللي احنا بنقول فيها استاد الاهلي والسلام ده مجرد اعلان مجرد استاد ملعب الاهلي الشغل الكويس التقني العظيم جاي ان شاء الله في المراحل اللي جايه وهي مشكله فعلا حكايه الكورونا دي احنا مش عارفين نقول امتى زي ما حضرتك قلت يعني حضرتك في اولمبيات اتاجلت في مؤتمر برشلونه بتاع الموبايل اتاجل في مؤتمرات عالميه ما كانش حصل لاي سبب من الاسباب كان بتاجل بسببها اتاجل الكورونا كاس العالم جاي قادم ان شاء الله في 2021 لكره اليد وهيقيم في مصر ان شاء الله هيكون لحضراتكم دور كمان فيه ان شاء الله احنا الراعي بتاع منتخب مصر ان شاء الله باذن الله باذن الله فدي المشكله بتاعت المفاجآت احنا مش عارفين نقول بس امتى وفين بس مش عارفين تحددوا معاد يعني طبعا البلان موجود الخطوط العريضه موجوده الخطط موجوده حضرتك قلت ده يمكن المرحله الاولى ويمكن المرحله الاسهل شويه الاسهل يعني المراحل اللي جايه بتكون فيها شغل اكتر شويه وربنا طبعا يوفقكم فيها لان زي ما بقول لحضرتك كمان انت بتقدم رساله مش لجماهير النادي الاهلي بس انت بتقدم رساله لكل الشعب المصري بالظبط وده نموذج اكزامبل كده بنبدا بيه ودايما النادي الاهلي سباق بانه هو يطلع نماذج جديده وكابتن محمود الخطيب اكد على الكلام ده وبياكد عليه تاني عمليه التطوير في مش في المنشات لكن التطوير كمان في البناء ادمين وكمان عايزين نوصل لكل شعب مصر وكل المصريين ان احنا شغالين بتطور ملحوظ جدا فممكن جدا حد غيرنا يغير ويعمل زينا فالموضوع الموضوع ايجابي بشكل كبير يعني صح طبعا النجاح بيبان وبيتعرف ومحدش يقدر يهده فبجد النهارده اللي حصل ده انجاز تاريخي وباين في فرحه كل الناس يعني الناس حقيقة. كلها مبسوطه بالنتيجه طلعت كويسه زي ما هم كانوا متوقعين يعني صحيح والاهم كمان زي يمكن ما انت قلت واكد عليها تاني انه التطوير ده مش خاص باي يعني خاص اولا بالوعي بدانا بقناه النادي الاهلي النهارده على مستوى الرياضه على مستوى التنميه البشريه زي ما بنقول ان احنا النهارده في تطوير على جميع المستويات يمكن شفنا النهارده قطاع الناشئين وبراكتش هيعمل شغل كبير جدا مع الناشئين اللي لسه اصغر حتى من 15 سنه وطالع النهارده في شغل كبير جدا ما يخصش اعضاء جمعيه العموميه للنادي الاهلي فقط لا يخص كل اهلاوي ويخص كل روح الرياضيه وكل واحد محب فعلا للرياضه بشكل حقيقي وعلى راسهم المنتمي للنادي الاهلي بشكل حقيقي برضو استاذ محمد دي مهمه ده حقيقي ومستنيين كمان في القناه تطوير اكتر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دي كبير ما تنساش دور ده لا طبعا دي دور ان شاء الله لسه موجود في كاس العالم لكره اليد هتلعب ولا انت لا يعني بس صدقني اعتزلت بلاك بالظبط كده انا كنت بلعب كره سله واعتزلت من بعد الجامعه بشويه يعني ما علشان موضوع عشان الشغل والدراسات بس عمرك ما لعبت كره
القدم؟ لا لا يعني بنلعبها كده يعني ما فيش حد في مصر ما بيلعبش كوره هو اكيد لعب هو ما فيش اي حد بيلعب اي رياضه بيلعب كره قدم يعني مصر كره القدم رقم واحد في مصر دي حقيقة. فطبعا كلنا لعبنا كره قدم وكل الرياضات الثانيه اللعبه المفضله ليهم في اللعب مش في الفرجه بس كانت كره القدم يعني كل فريق كره سله كان بيلعب كره قدم زي السله بالظبط يعني لا والسله كمان يعني برده كان في مصر اجيال طبعا اجيال عظيمه في كره السله وصلنا اعتقد اولمبيات لان مصر لعبت اولمبيات بس انا السلة. كنت جيل يعني هيثم سعيد وحسين سمير والناس دي يعني اوكي وقيدار يعني انا يعني قديم شويه اتفرجت على الماتش اتفرجت على جزء من الماتش كده بس كنت في اجتماع فوق بس اتفرجت على جزء من الماتش مين اكتر لاعب عجبك في المباراه النهارده بيومي فؤاد بيومي فؤاد بيومي فؤاد اهلاوي خطير فظيع اهلاوي خطير بصراحه يعني اختيار بيومي فؤاد ان هو يجي زي المباراه انا مش عارف بيختاروا بس اختيار رائع يعني جدا يعني اختيار رائع وهو كمان دمه خفيف جدا مش عارف شفت الحلقه بتاعته عارف يقول اهلاوي للنخاع طبعا طبعا وكان قاعد هو سعيد كمان يعني هو سعيد كان جنبه كابتن علاء عبد الصادق جنبه الكابتن ايمن شوقي رحت قعدت معاهم شويه كده دقيقه ولا حاجه فلا لا بيعمل روح ايجابيه جدا وزي ما انت قلت النهارده كلنا سعداء يعني كلنا كل حابب اللي بيعمله كلنا فرحانين دي مهمه جدا ده باين قوي كل واحد كان حابب اللي هو بيعمله يعني مفيش حد جاي متضايق مفيش حد المجهود مش باين على الناس يعني مش باين على الناس ناس مبسوطه فمش باين عليها المجهود اللي عملته الناس دي ما كانتش بتنام كانت تعبانه ظروف الكورونا زي ما قلت لحضرتك اللوجستيات اللي ورا الشغل في ظروف الكورونا كانت صعبه جدا جدا ده اللي عايز اقوله برضه حضرتك عليه حضرتك طبعا بتقوم بعمل رائع وكلنا لامسينه لكن كمان في ناس كتيره قوي مش متشافه بيقولوا ما وراء الكواليس طبعًا. كمان بيعملوا شغل يعني الناس اللي مش متشافه اكتر بكتير جدا من الناس كتير من اللي متشافه جدا ومجهودها اكبر كبير جدا كمان من الناس اللي متشافه فعايزين نحييهم طبعا عايزين نحييهم ووراه جيش جرار برضو تاني اخر مره اشكر شركه استادات على التنظيم الرائع كالمعتاد كالمعتاد المجهود اللي واضح على استاد الاهلي والسلام اخذ شغل قد ايه من اول الفكره من اول الفكره ماشي اقول لحضرتك الفكره دي طلعت تقريبا في اواخر اواخر سنه 2018 اواخر سنه 2018 انا اتذكر والله مش عاوز احدد بالظبط بس اواخر سنه 2018 الفكره دي فكره ملعب الاهلي واستاد السلام بدات الفكره في اواخر سنه في اواخر 2018 لغايه النهارده وبدا الشغل امتى بقى الشغل وراه طول الفتره دي عشان حضرتك على فكره هو اصعب مرحله هي التخطيط طبعا اصعب مرحله طبعًا. واطول مرحله هي التخطيط عشان ما تيجي تنفذي مرحلة. عشان ما تيجي تنفذي ما تضطريش تعدلي والتعديل بيؤدي لخسائر فهو التخطيط والتنسيق زي ما قلنا طبعا التاج الحربي والنادي الاهلي ووي والشراكه والقيمه والتنفيذ هيبقى ازاي والحقوق هتبقى عامله ازاي ده حاجه مش سهله خالص النقاش فيها ولا الشغل عليها وطريقه التنفيذ انت بتخطط لطريقه التنفيذ قبل ما تنفذ ده حقيقي وبعد كده انت ما بتعملش مرحله وتقول لما نشوف هنعمل ايه في الباقي انت بتخطط لكل مراحل من اول مره وبعد كده بتبتدي في تنفيذ المراحل مره واحده فده كله كان عاوز شغل ان هي فكره مش بتقلدي حد ومش بت بت بتنسخيها من حد ولا تنحدي حد تماماً. فكره جديده اتولد. في مصر وطريقه تنفيذها عشان تعمليها مع النادي الاهلي ومع الانتاج الحربي ومع شركه وي كيانات واسماء بالثقل ده لازم تعمل اول مره صح مفيش اخطاء فعشان تعمل مفيش اخطاء لازم تخطيط صح وتنسيق صح وتنفيذ صح طبعا مده كبيره بياخد وقت طويل لان كل تفصيل اعتقد بيكون لازم مراجعه قانونيه واجتماعات ومناقشات طويله جدا جدا ده غير ست اشهر كورونا يعني طبعا يعني غير ست اشهر كورونا يعني دي مش حاجه سهله يعني لكن بصراحه الواحد سعيد انا يعني انا يعني فخور ان انا موجود طبعا في بيت من بيوت النادي الاهلي وكل واحد في المنظومه دي فرحان لنفسه طبعا وفرحان للطرف الاخر ان هو نجح معاه فسعيد بالشراكه الشراكه مش امضه عقد الشراكه لازم تبقى سعيد بيها وعشان تمتد وتتجدد وتكتر لازم يكون في تعاون وتنسيق وتفاهم في الشراكه والحمد لله الحمد لله احنا مع اداره النادي الاهلي يعني في احترام وتنسيق متبادل وكابتن محمود الخطيب ودكتور اشرف صبحي كمان دكتور اشرف صبحي طبعا اشرف النهارده طبعا رعايته لا في المنظومه كلها بسم الله ما شاء الله يعني طيب احنا في البيت الكبير على ملعب الاهلي واستاد السلام لسه مستمرين بعد الفاصل البيت الكبير اتفضل
رجعنا لحضراتكم تاني ومنورنا طبعا مستر محمد ابو طالب، بنرحب بيك مره تانية. وعايزين يعني سريعا، مش احنا مش لسه مش هنخلص، قدامنا لسه يعني كذا سؤال، لكن البلان المرحله اللي جايه، انت حضرتك قلت دي المرحله الاولى، عايزين برضو نشوف هو ناقص كام مرحله، يعني المرحله الثانيه ان شاء الله هتبقى خطوط عريضه، ممكن نشوف فيها ايه. وكمان عايزين نطمن على تنظيم بطوله كاس العالم اللي هتقام ان شاء الله على ارضنا السنه الجايه باذن الله ان شاء الله. برضو تاني ارجع اقول في حته المراحل، فاضل مرحلتين مرحلتين يعني مرحلتين ان شاء الله. بعد كده احنا بنتكلم تاني، هقول الخطوط العريضه، مش هقدر اقول تفاصيل، ان برضو لازم ارجع لشركه استلات وتفاصيل حسب الاتفاق وتم التنسيق بيه. يعني هو احنا دلوقتي زي ما قلنا الواجهه دي المرحله الاولى، مكان التاني نشتغل على محتوى الواجهه، لازم الجمهور اللي يدخل الاستاد هنا يلاقي خدمات، يلاقي انك بتفعل انتماء الاستاد والرعايه للجمهور، يعني لازم يلاقي الشراكه دي طبعا. لازم الجمهور يحس بيها، يدخل الاستاد مش يتفرج بس وعلى الماتش ويمشي، الاستاد ده لازم يبقى مزار، يعني لازم يبقى الناس تزوره. مزار يعني ايه مزار؟ يعني حضرتك النهارده لما مسافر برشلونه، وكابتن هاني طبعا عارف، بتروحي كامب نو ده بتدفعي تيكت عشان تروحي تتفرجي على غرفه اللعيبه، بتتفرجي على الاستاد من فوق، فاهم؟ ده استاد، ده مزار، متحف. خلاص، في حاجات بتتعمل ليها علاقه بالنادي الاهلي، تاريخهم، هيبقى لازم يبقى متحف. فالمحتوى بتاع الاستاد هو ده المراحل اللي فاضله ان شاء الله. المحتوى ده لازم يكون بيخدم اللي بقوله، بيخدم اهتمامات جمهور الاهلي. يعني يبقى حاجه نشاط يخدم اهتماماته، نشاط تجاري للنادي الاهلي، نشاط ثقافي طبعا لازم تحببي في جيل طالع جاي، لازم يشوف بطريقه تانية الكوره، زي لازم يشوف زي بره الكوره، لازم الانتماء بتاعه يبقى مبني على حاجات غير اللي احنا اتربينا عليه، اتعودنا عليه. احنا كنا زي ما نقوله في بدائيات قبل كده، دلوقتي لازم نواكب العصر، ولازم الدنيا بتطور جدا وبسرعه جدا، لازم نجري وراها. فالنهارده الجيل اللي طالع ده مش شايف تيشيرت حمراء بيجيب جون وخلاص، لازم يدخل جوه النادي، يعيش جوه النادي، يعيش جوه الاستاد بتاعه، ده بيت، يحس انه رايح، يعني بالظبط يحس انه رايح بيته، وهو موجود في استاد حاسس ان انا موجود في البيت، ياخد اطفاله معاه، بيبقى الناس بره بيبقى يوم عائلي، يعني يوم جميل رايحين يتفسحوا ويتفرجوا على مباراه حلوه، وبيبقى فيها اجواء، بيروحوا قبل الماتش باربع خمس ساعات عشان بيبقى فيه حاجات كتيره جدا تتعمل قبل الماتش بالظبط. فده ان شاء الله في خلال الماتش وبعد الماتش بالظبط، وفي الايام اللي ما فيهاش ماتشات يبقى برضو زياره استاد النادي الاهلي ده في حاجه. هو ده اللي حضرتك تقصده بالمزار، ان انا مش شرط اربط زياره الملعب بانه في مباراه، انه في مباراه، لا، الناس طول الوقت او طول الاسبوع فيها انها تيجي تطلع على اسماء اللعيبه، تطلع على ممتلكاتهم، مقتنياتهم. ده ان شاء الله ممكن نقول عليه انه من ضمن التطوير اللي جاي في المرحله اللي جايه باذن الله. ان شاء الله ولازم يفهموا معنى نادي الاهلي والانتماء للنادي الاهلي والرياضه بطريقه مختلفه، بطريقه تواكب العصر اللي احنا عايشينه. يعني لولا المنافسين للنادي الاهلي ما كانش بقى النادي الاهلي، ده حقيقي خلاص. فانت النهارده الفريق اي طفل طالع بينشا بينتمي للنادي بتاعه، بينتمي له بغض النظر هو بيكسب وبيخسر، لازم يتعلم البدايات دي. لازم الطفل او الناشئ في النادي الاهلي بينتمي للنادي الاهلي، مش بينتمي للنادي الاهلي عشان بيكسب، بينتمي للنادي الاهلي عشان النادي الاهلي، عشان انا بحب النادي الاهلي، لازم ينتمي له بطريقه مختلفه. لازم يتفرج على ازاي الناس دي عايشه من الاكل، ازاي اللعيبه بتعيش، ازاي اللعيبه بتدخل غرفه الملابس. احنا على يمينا ما كناش نعرف، عمرنا ما كنا نعرف شكل غرفه الملابس عامله ازاي، لما كانش في كاميرا بتدخل، ما كناش بيدخلوا من بوابه كبيره وبيخرجوا من بوابه كبيره. النهارده لا، الطفل فيه الانترنت والسوشيال ميديا واليوتيوب والحاجات دي، خلاص بقت فاتحه العالم كله على بعضه. فهو الطفل لازم يجي النادي او الاستاد يشوف الكلام ده جوه بنفسه، يلمسه يعني. وكمان اعتقد نرضي شغفه، نرضي يعني اعتقد كمان مش على مستوى الجماهير كمان. انا يعني انا كمان كنت رحت لعبت في ريال مدريد، فانا على مستوى اللعيب اللي بيخش، لا ده استاد مختلف، دي حاجه مختلفه. فكذلك ممكن جدا حتى في مباريات الدوري لما يلعب النادي الاهلي الفرق التانية بتخش، لا ده احنا شايفين حاجه مختلفه،
ملعب الاهلي والسلام ده مختلف، وبيبقى فيه نوع من انواع انك وانت داخل ده استاد النادي، يعني ده ملعب الاهلي، ده يعني في شعارات كده وفي احساس ان ملعب الاهلي واستاد السلام ده بتنقل انت كمان لشعور اللعيبه، للاداريين اللي بيجوا، للمدربين اللي بيجوا، بتنقله لحته تانية خالص. وخصوصا يا كابتن هاني الدول الاخرى لما الماتشات الدوليه طبعا. خلاص دلوقتي حضرتك يعني كنت في منتخب مصر وعارف اللي بيدخل استاد القاهره كان بيحس بيه وكان استاد عامل ازاي؟ بيترعب طبعا. استاد القاهره ده كان حاجه مرعبه جدا لكل دوله افريقيا. فطبعا لما يكون استادي بينتمي للنادي وشعار النادي ويدخل يلاقيه بالمنظر ده بيدي ليه هيبه وليه هوله كده. ده صحيح. ده صحيح. ان شاء الله موجود في البلان ويبقى يعني كده كده الفرق بتتقدم الاهلي، بس عايزين ناخدها كمان ان شاء الله. باذن الله كنا بنتفق مع شركه استاد النهارده على شويه حاجات ان شاء الله للعيبه والتجهيزات اللي جوه اللعيبه والتجهيزات اللي بره اللعيبه على احدث مستوى. احنا كمان عايزين نقول للناس حاجه مهمه جدا، احنا شفناها حتى من وقت ما دخلنا لحد ما بقينا هنا، يمكن احنا موجودين يعني شايفين الملعب كله بالمدرجات، انه التطوير مش بس خاص بالملعب ولا المدرجات. المدرجات اللي حضراتكم شايفينها ده على مستوى الداخل كمان، يعني على بالزبط. مستوى اللي احنا لما احنا دخلنا من اول الباب، يعني على مستوى الغرف، على مستوى الأوض، يعني مجهز يعني على أعلى مستوى الحقيقة. وده كمان لازم نشيد بيه، لأن يعني أو نسلط عليه الضوء دلوقتي وإحنا بنتكلم، لأنه أعتقد إن إحنا يمكن الملعب أو فكرة الملعب هي اللي تم تسليط الضوء عليها. فكمان لازم نشيد بحضراتكم إنه كمان التطوير ما كانش للملعب فقط، ملعب الأهلي واستاد السلام، لا ده من جوه كمان. يعني حضراتكم إن شاء الله هتيجوا وإن شاء الله تتفتح الملاعب كلها يعني لاستقبال الجمهور، بس دي حاجة كمان مهمة لازم ننوع عليها. والله حتى التاتش اللي هي بتاعت اللي هي الشعبية أو الحقيقية في مدخل الجراج والحتة دي كانوا بيفرجوني مع معالي الوزير طبعا كابتن محمود خضير للرسومات الجرافيتي اللي مرسومة شفناها. حتى في القناة على فكرة، مش عارفة شفتها انت، لازم تشرفنا على فكرة في القناة. لا لازم يعني توعدنا ان شاء الله بعد بس ما تاخد راحة سلبية ان شاء الله تستنينا في البيت الكبير وتشوف بقى ان شاء الله معانا. انت معانا ان شاء الله في كل مراحل التطوير، ده مش أول تطوير ومش آخر حاجة في التطوير. الشركة المصرية للاتصالات وشريك يعني دائم وملازم لينا بإذن الله. ما بعد ما تروح للساحل ولا بعد ما تيجي بس؟ لا ما فيش ساحل بقى خلاص في ويك اند كورونا كده بقى، ويك اند بقى ان شاء الله باذن الله. بس يعني باذن الله بس توعدنا ان شاء الله ان بعد ما ترجع لو كان في سفريه تشرفنا في البيت الكبير ان شاء الله. ان شاء الله والله جوه الاستوديو. وعد والله باذن الله. وعد باذن الله. وعد ان شاء الله، لان انا عارف ان في حاجات كتيره جدا جدا انت طبعا مش يعني مش وقتها ان تتقال. احنا نفرح النهارده باليوم الجميل دوت بالتنظيم الرائع، بنشكرك كمان على التنظيم مره تانية، لان حاجه يعني حاجه جميله جدا. مستر محمد كامل كمان بيقدم دور اكتر من رائع، وانت عارف ده الراجل يموت وينجح طبعا. يعني محمد طبعا يعني بيشتغل بايده وبيشتغل في كل حته ومتواجد في كل حته. ربنا يوفقنا يوفق الجميع يا رب ان شاء الله، وتبقى دايما صوره كده كمان الحاجه ديت صورة لمصر كلها، وجهة لمصر. لما إن شاء الله يعني برنامجنا بيتشاف في كل الدول العربية، بتشوف نقلة الأهلي شركة وطنية كبيرة جدا، بتتكلم على الإنتاج الحربي مؤسسة عسكرية وطنية 100%، بتتكلم على الشركة المصرية للاتصالات مؤسسة وطنية. فدي كمان صورة بتبروز الوطن وبتبروز احنا واصلين لفين، وان شاء الله كمان نتقدم ونتطور اكتر. فدي كمان مش لمصر بس، لا ده للوطن العربي وكمان للعالم كله. ان شاء الله بننقل صوره احنا واقفين فين وهنوصل لفين. صوره مشرفه جدا لقد ايه المصريين منظمين وقد ايه بيقدروا يطلعوا حاجات، من اول صعودنا لكاس العالم من اول تنظيم الامم الافريقيه في اضيق وقت. ده حقيقي. خلاص ده كان مفاجاه، وبصراحة كان تنظيم ممتاز للنتيجة اللي طلعت النهاردة، ان احنا نقدر نعمل اي حاجة احنا عاوزينها ومنتهى النظام ومنتهى الصورة جميلة بإذن الله. الصورة غير الواقع طبعا، الصورة دي بألف كلمة او بألف معنى زي ما بيقولوا.
وانا سعيده جدا وفخوره امبارح ايهاب الخطيب لما كنا قاعدين بعد البرنامج فبيقول لي لقيته قاعد كده مش عايز والله العظيم قاعد على السلم. بقول له ايه ايهاب مالك؟ قال لي بقول لك يا سهام اصل الاستاد قاعد يحكي لي على الاستاد. بيقول لي انا جسمي اشعر. قلت له والله العظيم وانت كلامك خلى جسمي اشعر. بجد من اول واحنا ما كناش لسه كله حابب اللي بيعمله فمش حاسس بالمجهود. احنا اول مره نشوفه زي حضراتكم على فكره. بالزبط. يعني الاستاد اول مره نشوفه زي حضراتكم من شويه لما دخلنا واحنا بنستعد. فده دي حاجه يعني مدعاه للفخر زي طبعاً ما بيقول زي كابتن محمود الخطيب قال يعني واستحضرتني كلمه كمان لكابتن محمود الخطيب في خطابه في وقت افتتاح ملعب الاهلي واستاد السلام لما قال اشتغلوا عشان تنجحوا ما تشتغلوش عشان تفشلوا الاخرين. الكلمه دي طبعا بص رنت بجد اكيد انت شو يعني سمعت كلمه كابتن محمود الخطيب كان في رسائل الرسائل ديت وخلي بالك انت اتعاملت معاها بسيطه وواضحه وبهدوء وحصل جدا وده النادي الاهلي يعني انا متربي في النادي الاهلي ده هو النادي الاهلي واعتقد الحاجات دي كمان والمبادئ والتاريخ بتشجع كمان الشركات الاعلانات وشركات التسويق انها تكون اسمها مرتبط بالنادي الاهلي. فده شغل وده تعب واحنا دايما بنشتغل وانت قلت احنا بطوله امم افريقيا ديت يعني اتنظمت في اعجاز فعلا والله يعني فعلا شهرين بالظبط في شهرين شهرين وانت عارف انا اصلي كنا احنا انت اما جوه المطبخ يعني احنا وصلنا الالياف الضوئيه وموصلين الفايبر الالياف الضوئيه للاستاد دوت كمان وهتبقى اعلى سرعات هنا واعلى تكنولوجيا ان شاء الله فساعتها كان طبعا نوصل كل الالياف الضوئيه لكل الاستادات في وقت قصير جدا ونضمن كواليتي عالي جدا كان مش سهل يعني احنا مصريين بنحب التحدي ولازم نتزني قوي علشان نعمل حاجه حلوه قوي بالظبط ده نوع من يعني انا حاسس ان كل ما تدي لا انت لازم تخلص ده في خلال 48 ساعه وهي تخلص مثلا في اسبوع بيبدا يظهر معدن المصري ويبدا يحس وخاصه لو مرتبط ببلده عندنا حاجه للبلد وما شاء الله احنا بنشوف مشاريع بتاخد المفروض تاخد سنين بتتحقق في شهور يعني. الجميل اللي يبسط كل المصريين دلوقتي ويبقى فخور بيه في طبع المصري او في طبيعه البني ادم المصري انه لما بيدخل في العجله وبتمشي العجله بيعمل احد خلاص بيفضل شغال على طول المفروض ما فيش حاجه توقف. فالنهارده بقت سمه في المصريين وفي الجيل اللي موجود دلوقتي ان هو بينفذ حاجه وهو بيحضر حاجه اللي بعدها دي حاجه ما كانتش موجوده من فتره. النائب التجاري للشركه المصريه للاتصالات شرفتنا جدا استاذ محمد ابو طالب. الشرف ليا نورتنا وبنقول لك شكرا مره ثانيه وان شاء الله بالتوفيق في الخطوات اللي جايه باذن الله وتكون مستنينك ان شاء الله في البيت الكبير ان شاء الله. ان شاء الله نورتنا وشرفتنا. ميرسي جدا. طيب احنا لسه مستمرين مع حضراتكم في البيت الكبير هنروح لفاصل ونرجع تاني وخليكم معانا اتفضل. هدف مجلس إدارة النادي الأهلي من البداية أن يكون في ملعب يخص الأهلي ويرفع شعاره عليه ملعب الأهلي واستاد السلام. برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير ومشرفنا النهاردة في البيت الكبير في الليلة الخاصة دي يعني اتنين من الضيوف أبناء البيت الكبير وأبناء الاستوديو التحليلي في قناة النادي الأهلي كابتن أيمن شوقي نجم الأهلي السابق. أنا برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. ومشرفنا كمان نجم الأهلي السابق الكابتن محمد يوسف. أهلا بيك يا كابتن محمد. أهلا بيك. منورين. أهلا بيك. منورين بجد. حاضرين من الأول. اه طبعا ده احنا شفتوا الماتش طبعا وعندكم تعليقات يعني خلي الماتش نخش له شويه العسل الماتش كان فيه حاجات كتير قوي. منورين طبعا يا كباتن وكابتن ايمن نرحب بيك. الله يخليك كابتن ايمن. بقول لك وحشتني على المستوى الشخصي. الله يخليك. وكانت بالنسبه لي مفاجاه اكتر من رائعه وجودك طبعا في بيتك في النادي الاهلي وان شاء الله بالتوفيق في الاستوديو التحليلي. كابتن محمد زميل الملاعب اهلا بيك حبيبي يا كابتن ايمن. ما شفتكش في الماتش هنتكلم برده. لا ما انا كنت مدرب النهارده انا وكابتن ربيع ياسين حطينا الفرقتين بقى وكده. ايه رايك النهارده في الاحتفاليه الجميله دي كابتن ايمن؟ يوم جميل جدا ويوم الايام الحلوه اللي جمهور النادي الاهلي ما ينساهاش يحتفل بيها. يعني انا كنت اتمنى
ان انا اكون لعيب في الفرقه في الوقت دوت. صحيح. يعني اللي انا شايفه يعني بصراحه يعني حاجه عالميه، يعني فيها نكهه مصريه، بس يعني تحس ان انت يوم عالمي. الجمهور بتاع النادي الاهلي كان نفسي يبقى مليان في المدرجات يعني بصراحه، يعني يمكن هو ده اللي كان ناقص. وعايز اقول حاجه، اليوم ده لازم جمهور النادي الاهلي يفرح بيه، مفيش حاجه تعكر صفوه ابدا. اليوم ده احتفاليه زي الاحتفاليه بتاعه القناه وتطويرها، يوم تاريخي. وزي ما احنا شفنا الملعب تحفه، تحفه فنيه، وطبعا هي نتيجه تعاون مثمر بين ثلاث جهات، النادي الاهلي مؤسسه وي مؤسسه الانتاج الحربي طبعا. فدي يعني بصراحه يعني يوم من اجمل الايام اللي عدت على النادي الاهلي، ولازم جمهوره يفرح، وهو اللي كان ناقص تواجد جمهوره في المدرجات. كابتن محمد. والله يعني بص، نفس الكلام اللي لسه كنت مع كابتن ايمن قبل ما اخش معاكم، وكنا بنتكلم، بيقول لي يعني كان نفسنا نبقى ايام ما كنا بنلعب نفسنا حاجه كده زي ده. والله باجواء زي دي وملعب شفنا ملعب النادي الاهلي واستاد النادي الاهلي، وزي ما قال الكابتن ايمن وانا باكد تاني ان دايما النادي الاهلي بيتعاون مع المؤسسات المختلفه، المؤسسات الناجحه في مصر، وطبعا وزاره الانتاج الحربي مع استاد مع وي كمان كمؤسسه مع النادي الاهلي. استاد فخر، فخر لجمهور النادي الاهلي، لاعضاء النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي، وانجاز ايضا كل من ينتمي لهذه المنظومه. فعلا حاجه تفرح. اليوم كان جميل جدا، شفنا طبعا كلنا الاجيال بتاعتنا واصدقائنا وناس يعني اجيال من مختلف الاعمار يعني، لكن الواحد فعلا يعني سعيد انه بينتمي لهذه المنظومه، وسعيد انه هو كان مسؤول في النادي الاهلي او لاعب في النادي الاهلي او مجرد حتى منتمي للنادي الاهلي. فدي حاجه الواحد يعني بيبقى فخور بيها. نتمنى ان شاء الله ان يبقى في نجاحات اخرى، ودايما النادي الاهلي معودنا ان هو عنده سبق على طول، مجلس اداره عنده سبق على طول، ومجالس الادارات المختلفه عندها سبق على طول، دايما بتفكر في النادي وفي مستقبل النادي وفي كيان النادي، ازاي تطويره وازاي يتم ده حتى على جميع المستويات. مظبوط. يعني فنتمنى ان شاء الله ان المباريات اللي جايه تشهد بقى التالق واللعيبه كمان هتحس ان ده الاستاد بتاعها. انت عارف طبعا محمد، كابتن ايمن طبعا انت بتقول كان نفسنا نبقى موجودين دلوقتي كلاعيبه، علشان كمان احساسك بان التطوير دوت معمول عشانك. مظبوط. ده معمول كمان. مزبوط. وانت عارف يا محمد، واحنا لعيبه بننزل لما بنلاقي استاد زي دوت، وبنلاقي الباساج الممر مثلا عليه صور اللعيبه قدام، لما بنلاقي الجماهير حوالينا، لما بنلاقي بتحس. صحيح. انك لا، انك فاليو، ان عندك قيمه وانت لاعب النادي الاهلي، وده اللي بيفرق. مظبوط. وده اللي بيفرق. صحيح. وبيأثر كمان على الخصم اللي بينزل. صحيح. معاك. صحيح. بص، عايز اقول لك حاجه يا كابتن هاني، الانتماء للنادي الاهلي نعمة الواحد الحمد لله رب العالمين بيحمد ربنا عليها. ده حقيقي. والله على جميع المستويات، يعني زي ما قال الكابتن محمد يوسف النهارده، احنا شفنا جميع المستويات، من اكبرهم يمكن كان الكابتن ربيع ياسين، لاصغرهم اللي هو انا. شفنا اصغرهم. اصغرهم اصغرهم صح؟ لا والله، شفنا جميع الاجيال، وتحس بالحب والاحترام والموده والمحبه. ففي حاجات يعني بتجمعنا في النادي الاهلي الكيان الكبير دوت، يعني زي ما قلت حضرتك كده، وزي ما قال الكابتن محمد يوسف، وزي ما قلنا، الواحد كان يتمنى فعلا ان هو يبقى لعيب في الوقت دوت. بنحس بروح تانية خالص مختلفه، ولو ان احنا حاسينها دلوقتي بالزبط. بس كنا نتمنى ان احنا نكون من 30 سنه ولا 25 سنه اللي فاتت. الوقت ايامكم كانت ايام برضو مش سهله، كانت ايام صعبه، وانتوا جيل الحقيقه عملتوا تاريخ وامجاد عايز اقول باقل قيمه ماليه، بس كان يهمكم في الوقت ده ان انتوا تساعدوا جماهير النادي الاهلي طبعا، وان انتوا تصنعوا تاريخ ليكم يشرف الاهلي واسم النادي وجماهيره اللي محسوب عليه بالملايين. صح يا كابتن محمد؟ طبعا احنا يعني، وبعدين انت عندك معاناه مع الملاعب الافريقيه عايز اتكلم فيها، يعني انت طبعا الملاعب الافريقيه مختلفه خالص عن الملاعب في مصر. بصراحه الموضوع تطور جدا. يمكن احنا في فتره التسعينات
زي ما انت بتقولي الهدف واحد هو اسعاد جمهور النادي الاهلي. ممكن شويه الادوات بتختلف، الامكانيات بتختلف من جيل لاخر، لكن الهدف بيبقى واحد هو اسعاد جمهور النادي الاهلي. الهدف هو الفوز بالبطولات دائما على مدار الاجيال كلها. فايامينا كان برضو حته اللي عايز اقول يعني ارتباطنا بالجمهور شويه. الجيل الحالي في لعيبه من ساعه ما دخلت النادي الاهلي ما لعبتش لسه قدام جمهور. احنا الفترة بتاعتنا كانت كلها جمهور، كان التدريب كمان يا محمد، والتدريب احنا كان التدريب بيحضر فيه استاد التيتش ده كله كان بيتقفل فعلا في التدريبات. في التدريبات. فكنا متعودين على الجمهور في التدريب، متعودين على الجمهور في الماتشات. لما كان اوقات يتم عدم اذاعة مباراة من المباريات مثلا، كان الاستاد القاهرة ده 120 ألف متقفل، ايا كان بقى المنافس مين. يعني ممكن تبقى مباراه عاديه في الدوري بثلاث نقاط، كان بيسافر وراكم كمان، وكان بيسافر طبعا ورانا. فارتباط النادي الاهلي بجمهوره ده ارتباط قوي جدا. وانا بقول دايما سر من اسرار فوز النادي الاهلي بالبطولات وبالتفوق وبالتميز جمهوره دايما وراه، ودايما مسانده، ودايما في ظهره، حتى في الاوقات العصيبه وفي الاوقات اللي بيحصل فيها دروب. يعني مفيش فريق بيمشي على طول سنين على طول، فدايما بيبقى في ظهره وبيتواجد على طول، بيعمل الدفع او البوش في الاوقات الصعبه بالذات يعني. بس هو تعليقا على كلام الكابتن محمد برضه، هو قالها في الاول، هو ده هدف من اهداف لعيبه النادي الاهلي، ان هو اسعاد الجماهير. صحيح. سواء في الماضي او سواء حتى لدلوقتي. بس هي يعني يمكن الماديات طغت شويه، زادت شويه، الفكر اختلف شويه، بس الحاجه الرئيسيه عند اللعيبه هو اسعاد الجماهير. و ما هي دي القيمه الحقيقيه يا كابتن ايمن. بالزبط. هي دي القيمه الحقيقيه. ان انت تصنع مجد ليه علاقه بالجماهير طبعا، والعلاقه في اسعادهم، والكيان طبعا. والكيان واسم النادي اسم عريق وكبير، فمعمول له الف حساب زي ما بنقول. طبعا اكيد. النقطة التانية اللي هاخد من كلام محمد، ان زمان شوية وفي ظل اللي احنا فيه لازم نقول ان دوت يا جماعة ده حاجة. طبعا النادي الاهلي سباق انه بيعمل كل جديد طبعا، ده كلنا يعني عارفينه، وان اللي بيتعمل دوت كمان هيعود على أندية ويعود على منتخب مصر. احنا طبعا برضو لما يكون عندك، احنا كنا بنعاني ما فيش رعاة يعني. صح. الراعي الكرة المصرية دي اعتقد عامله شغل اكتر من رائع. بسموت. لان احنا على ايامنا، وانت بتفتكر كابتن محمد، ما كانش فيه سبونسر، ما كانش فيه راعي، وبالتالي كان عندنا مشاكل كتيره جدا 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 جدا، نقص في حاجات كتير. ملابس وسفر. دلوقتي بسموت. كل الحاجات ديت في طبعا على راسها وبتعمل الشغل دوت، ده خدمه للوطن. وكمان الموضوع زمان كان اصعب. صح. انا في رايي الشخصي الموضوع زمان كان اصعب طبعا، لكن زي ما انت بتقول يا كابتن ايمن، شويه بدا موضوع الناس تاخد عمليه الاحتراف والفلوس اكتر شويه، فالعمليه بتقل. لكن يظل النادي الاهلي هو سباق بالخطوه الجديده. طبعًا. يظل النادي الاهلي هو كمان مش سباق لنفسه، ده كمان لمصر، لان ده بيعود اكيد على مصر طبعًا. بشكل او باخر يعني. طبعا. بص، النادي الاهلي رائد في حاجات كتير قوي. لو اتكلمنا مثلا عن اول مجله انشاها نادي حقيقة. نادي الاهلي سنه 74. لو اتكلمنا على اول قناه رياضيه في منطقه الشرق الاوسط كلها، نادي الاهلي. التطوير اللي عمله الاستوديوهات، وانتوا عارفين طبعا اللي اتعمل في الاستوديوهات والتقنيه العاليه والتكنولوجيا، يعني حاجه ما اتعملتش في الشرق الاوسط اللي احنا فيه النهارده، يعني حاجه ما عملهاش اي نادي تاني. خلي بالك يا كابتن، انا عايز اقول لك حاجه. زمان يمكن كانت الامكانيات اقل، بس النادي الاهلي لما كان بيعمل حاجه كانت بقيه الانديه بتبص عليه وتحاول تقلده، وده اللي بيحصل دلوقتي وهيحصل بعد كده. ما هو اللي بيتقلد رقم واحد. بالظبط. رقم واحد هو اللي معروف. بالظبط. لك تجربة مع أفريقيا، وقد إيه أنا عارفة طبعًا بخلاف المناخ هناك، طبيعة حتى الأرض والملاعب هناك صعبة جدًا. قول لي بقى الفرق بين اللي أنت شفته النهاردة، النجيلة ديت أنا عارفة إنه نجيلة استاد الإنتاج الحربي دي كانت نجيلة صناعية، تحولت النهارده لنجيله طبيعيه، مش كده؟ طبعا. وفي مشاكل في مشاكل جدا حضرتك قابلتها يعني بشكل خاص في الملاعب الافريقيه. كابتن محمد، عايزاك تحكي لنا عنها والفرق بين اللي انت شفته واللي انت شايفه النهارده. لا يعني كمان هقول لك على ان انا دخلت الاستاد هنا، يعني استاد الاهلي والانتاج الحربي،
كنا بنلعب فيه مباريات مع الانتاج الحربي في مواسم قبل كده، لا حصل تطوير فيه، تطوير حتى في غرف الملابس، في الامكانيات جوه في غرف الملابس. النهارده انا بصراحه حاجه تشرف يعني، وانا من هنا بشكر النادي الاهلي وبشكر شركه وي وكمان مؤسسه الانتاج الحربي، لان فعلا حاجه مفخره يعني بصراحه، وامكانيات عاليه جدا، وفي تكنولوجي جوه وفيديوهات يعني حاجات تساعد الجهاز الفني كمان. النقطه طبعا لما تيجي تقارني بافريقيا، لا طبعا الارضيه مختلفه تماما، لان الارضيه دي حاجه تخلي اللعيبه تلعب وهي مستمتعه. اللي بنقابله في افريقيا طبعا معانا كابتن ايمن وكابتن هاني، قابلته في 2012 2013 الملاعب طبعا لا يعني بتبقى حاله صعبه جدا، الاجواء صعبه جدا، الامكانيات والفنادق صعبه جدا، لكن احنا بحكم ان احنا عايشين على طول في افريقيا وبنلعب بطولات افريقيا فبنتاقلم مع هذا وخلاص بنعتبره واقع وبنعيش فيه، وبنبدا ما بنفكرش فيه قوي عشان ما يبقاش يعني عايز اقول عائق بالنسبه لنا، وتبقى نقطه من النقط الصعبه اللي بتقابلنا، فبنضطر ان احنا نحاول نتاقلم، وتاقلمنا او حصل خلاص ادابتيشن عليها يعني. الاستادات عامه دلوقتي بقت اعتقد، وخاصه الاستادات العسكريه على المستوى العسكري على اعلى مستوى طبعا. انت اصبح الان عند يعني في عدد من الملاعب كبير جدا، بدليل ان حتى يعني اتحاد الكوره فكر انه يكمل الدوري في القاهره، يعني يجمع الانديه، عنده حوالي 5-6 استادات في القاهره يقدروا يستحملوا او يقدروا يستوعبوا الدوري، وبنفس الوقت كمان امكانيات الملاعب بتحسن، وملعب الجيش في اسكندريه برج العرب وملعب طبعا. انا بقول بقول ان حصل تطوير في الملاعب وفي ارضيه الملاعب، في الكواليتي بتاع الملعب ذات نفسه كمان. لكن في افريقيا طبعا في صعاب، بس اتحسنت افريقيا لحد ما زمان كمان طبعا اتحسنت. فاكر احنا كنا بنلعب زمان كنا بنلعب على اسفلت، كنا ساعات بناخد الجزم مش عارفين نلعب بأني جزمه، فننزل اول تمرين جزمه عاديه لا ما تنفعش، لغايه ما نوصل ان احنا بنلعب جزمه فلات، لان مفيش نجيل اصلا. انا قابلني موقف يعني موقف مش موجود، لا والله زي الاسفلت بالظبط. قابلني موقف والله كابتن هاني، قابلني موقف ما حصلش في بطوله افريقيا، ان بنلعب مباراه مع القطن الكاميروني والدنيا مطرت يعني مطر فظيع، الدقيقه 75 الملعب ده ما انت بتلعب القط بقى بركه بقى بركه صح بتلعب القط في مطر لازم يتغرق. الراجل لغى المباراه ورجعنا الفندق تاني وعدناها تاني يوم، وعدناها تاني يوم ده قانون. بس المفروض ايه؟ المفروض ان الملاعب دي اي ملعب المفروض بيبقى معمول له السيستم بتاعه والميل بتاعه، بحيث لما يمطر ينزل المطر على جناب الملعب، فانت تفضل ايه يفضل الملعب يصلح ان انت تلعبي، هو بيتبل وكل حاجه بس بتكمل. طبعا هاني لعب في المانيا وعارف الملاعب عامله ازاي وفيها صفايات وبتاع وكده. لعب في المانيا ماتشين انا اتفرجت عليك ماتش على فكره، هم دول ماتشين. انا مره جيت لك والله بريمن ولا كازلاوتن؟ لا كنت بريمن. بريمن جيت اتفرجت عليك وكنت يعني مبسوط وفخور بيك جدا. واحنا مره كنا عاملين معسكر في النادي الاهلي واتفرجنا عليه وهو بيلعب في بريمن، رحنا الاستاد اتفرجنا. هاني كان بيلعب كويس، كان بيلعب هو وبرازيلي فابيانو ولا اسمه ايوه بس بيانو يعني بيانو لعب منتخب البرازيل. انا هدي هاني يوناني. الماتشات اللي حضرتوها هنا على ملعب الاهلي واستاد السلام حاليا كانت ايه؟ تفتكر منها ايه كابتن ايمن؟ ده كابتن ايمن ما حضرتش لان انا بقالي فتره. كابتن ايمن لما لا تفتكر مشاهدتك ليها يعني، يمكن هنا اتلعب كاس العالم للشباب في 2009، اتلعبت مباراه عملاقه للمغرب وكوت ديفوار، يعني انا بتكلم على المشاهدات كمان. هو بصي ارضيه الملعب الزمالك كابتن هاني وكابتن محمد ارضيه الملعب ارضيه ممتازه جدا. بقول لحضرتك انا كنت اتمنى ان انا ابقى لعيب، لسه بقول لمحمد يوسف عشان العب في ملعب زي دوت في الامكانيات ديت بعد كمان ما التطور الحادث ده دلوقتي. يعني مش عايز اقول زي ما برضو الكابتن محمد قال ان هو يعني احنا بنشكر المؤسسات الثلاثه، سواء النادي الاهلي، مؤسسه توي، مؤسسه الانتاج الحربي، على التحفه اللي احنا شايفينها دلوقتي دي. يعني ده نقدر بصي في ملعب زي ده بالظبط موجود في الامارات، شبهه فعلا بالظبط كده في الامارات. اسمه وزاع بن زايد، شبهه بالظبط كده، بنفس الامكانيات، بنفس الكفاءه، بنفس الارضيه، بنفس الشكل العام دوت. فيعني انا بقول ده ملعب عالمي، ملعب عالمي بايادي مصريه، بايادي مصريه، ولسه كمان هيتطور. انا اعتقد في كمان خطط تطوير يعني والله كبيره جدا، توسعه ولا حاجه، مش توسعه، على مستوى استغلال الملعب. انت عارف بره برضو بره بيستغلوا الاستاد، مش بس ان هو ماتش كوره بس، لا يعني استغلاله على المستوى على مستوى الاستثمار.
نتمنى ان شاء الله يبقى في كراسي مرقمه، ان بيكون صح. كل كرسي مرقم صح. ده برضو مهم جدا عشان تبدا خلاص انت بتشتغل بمستوى عالمي، فلازم طبعا. توصل للنقطه ديت فان شاء الله باذن الله هتشوفوا كمان تطوير اكتر في الاستاد ان شاء الله رب العالمين. وعايزين نعمل ماتش برضو كده من لازم يعني. زي الكوميدي اللي كان شغال ده الكوميدي ايه اللي لفت نظرك فيه؟ الاوزان كله محافظ الحمد لله. الحمد لله طبعا. اولهم كان في كابتن احمد بلال كابتن اسامه حسني مش وحش مش وحش، كابتن سمير كمونه واخد برضه ستايل حلو. سمير عشان طويل كمان سمير قالب على بيومي والله شباب بيومي فؤاد بس عامل شغل حلو بقى تجمع ظريف على فكره يعني. والله قضينا يعني وقت جميل جدا وحطينا الفرقه، الكابتن ربيع حط فرقه وانا حطيت فرقه وبصراحه النتيجه كام؟ انا ما عارفش النتيجه كام. 13-8 ماتش هاند بول اجوان كتير اجوان كتير جدا. نورتونا يا كابتن. الله يخليك. نورتونا كابتن ايمن جدا معانا النهارده في البيت الكبير. اول لقاء لينا في ملعب الاهلي واستاد السلام للكباتن كباتن استوديو التحليلي كابتن ايمن شوقي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. نجم الاهلي السابق كابتن محمد يوسف بشكرك شكرا جزيلا. نجم الاهلي السابق ايضا سعيد اني معاكم. اشكركم شكرا شكرا شكرا. بعد الفاصل نجوم اخرين في البيت الكبير. رجعنا مع حضراتكم تاني ومعانا اتنين من نجوم النادي الاهلي ومن نجوم طبعا الاستوديو التحليلي في قناه النادي الاهلي كابتن عادل مصطفى. اهلا بيك كابتن هاني. نورنا يا كابتن. نورنا كابتن حبيبي كابتن هاني العجيزي. اهلا بيك كابتن هاني. شكلك مكسر وهمدان من الماتش. ما جريتش كده وانا بلعب. منورنا. اول مباراه اتلعبت على ملعب الاهلي واستاد السلام النهارده لعبوها الكباتن مع كباتن اخرين طبعا كنا يعني بنشوفكم من شويه. احساسكم ايه بقى واحنا النهارده في اول مباراه طبعا اتلعبت النهارده وانتوا اللي لعبتوها؟ طبعا يعني كل الناس اللي موجوده النهارده في الاستاد يعني ليها شرف ان هي تبقى موجوده في اول يوم لملعب الاهلي واستاد السلام. وده شرف لينا وزي ما كان شرف لينا ان احنا كنا اول يوم برده في افتتاح القناه بشكلها الجديد. حاجه يعني فخر لينا كلنا لكل الاهلاويه ويعني مشروع كبير ومشروع عظيم. ثلاث مؤسسات كبار كل مؤسسة ناجحة في مجالها، مؤسسة الإنتاج الحربي والنادي الأهلي مؤسسة كبيرة مؤسسة الدولة ووي ثلاث مؤسسات كبار جدا عملوا اتجمعوا عملوا حاجة كبيرة مفخرة بصراحة. حاجة جديدة كمان جديدة علينا جدا على الكرة المصرية بشكل عام. أول مرة تحصل في الكرة المصرية والنادي الأهلي دايما سباق بكل حاجة جديدة. احنا الحمد لله النادي الأهلي سابق بكتير جدا بالأفعال وليس بالأقوال ودايما اي حاجه جديده بتحصل تلاقي النادي الاهلي هو العنوان الكبير اللي موجود فيها وانا بالنسبه لي شرف ليا ان انا موجود اول يوم لملعب واستاد السلام. كابتن هاني ازيك يا استاذ ايمن عامل ايه؟ تمام الحمد لله. طبعا اول حاجه طبعا كلنا شايفين الملعب عامل ازاي حاجه بصراحه تحفه. النادي الاهلي دايما معودنا ان هو دايما سباق ابتدى بقناه النادي الاهلي لما دخلنا قناه الاهلي اول يوم بالنسبه للاستوديو التحليلي كان موجود اتفاجئنا بصراحه من الحاجات اللي اتعملت والانجاز اللي اتعمل في القناه في مده قصيره جدا. النهارده تاني حاجه النهارده جايين بنشوف حاجه ابداع بصراحه. يعني انا كنت بلعب على نادي الانتاج على الملعب نادي الانتاج ما كانش كده خالص. ان شاء الله تطوير غير طبيعي كانك في اوروبا بالظبط. يعني كل حاجه في الاستاد حاجه فعلا تشرف. النادي الاهلي طبعا زي ما قلنا هو ده النادي الاهلي دايما سباق بكل حاجه كويسه. طبعا بنشكر طبعا نادي الانتاج الحربي على الاستضافه او الموافقه على ان النادي الاهلي يبقى موجود بشراكه معاه في الملعب. وطبعا شركه وي طبعا بنحترمها طبعا شركه كبيره جدا واضافه طبعا يعني ثلاث اسماء كبار جدا في مصر اسكان النادي الاهلي او اسكان شركه وي او اسكان نادي الانتاج الحربي. فطبعا كلنا النهارده سعداء بالانجاز الكبير اللي حصل ده وان شاء الله باذن الله يكون وشه خير على فريق الكورة ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله زي ما انت قلت يا هاني وباكد على كلامك عادل ان وجود ثلاث مؤسسات بيعملوا حاجه كبيره زي كده اعتقد انها شيء ايجابي. وقلت مش للنادي الاهلي
ومش طبعاً مصر كلها طبعاً. يعني ده بيدي نموذج يعني أنا باعتقادي دايماً الأهلي بيدي النموذج وبيدي المثل وبيبدأ يحط الخطوة الأولى لخطوات لقضات تانية كتيرة جداً الناس ممكن تعمل زيها. وأنا في اعتقادي ليه لأ، يعني ليه التوأمة ما بين مؤسسات الدولة على أعلى مستوى بالزبط. وأنا أعتقد المؤسسة العسكرية كمان بتقوم بالجزء الرياضي بشكل أكتر من رائع. عندنا دلوقتي ملاعب جداً. كتيرة جداً جداً عندنا كتيرة بنية جداً. بنية أساسية كبيرة في شركة كبيرة زي وي بتقوم بعمل رائع. لسه بنتكلم مع الكباتن اللي قبليكم ان زمان يا هاني ما كانش فيه موضوع انك بترعى الكرة المصرية، رعاية الكرة المصرية احنا عانينا وكابتن عادل بره مر بتجارب كتيرة جدا. فكل دي حاجات ايجابية وكل ده تطور وكل ده عائد زي ما بقول النادي الاهلي سباق على الرياضة، لكن على الرياضة كلها على الرياضة كل المصرية والدولة كلها ان كل المؤسسات بتستفاد وكل وفي استثمار كبير. ده استثمار لكل شركة من الشركات اللي يعني اذا كان وزارة الانتاج الحربي واذا كان النادي الاهلي وشركة وي كلها استثمار يعني مشترك هيعود بال 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 بالنجاح وبالايجاب لكل الاطراف. منظومه كامله ونتمنى ان يبقى دي بدايه لحاجات خطوات تانية كتير جدا تطور الرياضه المصريه. انا شايف ان احنا ما نقلش كتير جدا عن دول كتير جدا في اوروبا وفي دول عربيه، مش هقول سبقتنا ولكن هم بداوا شويه يشاركونا نجاحاتنا وان احنا يبقوا قريبين مننا. احنا ممكن احنا كنا سابقين كتير ناس كتير جدا. اعتقد دي خطوه من الخطوات اللي تخلينا تاني ترجع لنا الرياضه تاني. وليه لا يبقاش ما تبقاش الخطوات دي في حاجات تانيه، في حاجات شراكه في حاجات تانيه كتير. وده في الاول وفي الاخر وده وعدنا بيه مستر محمد ابو طالب بالزبط. طبعا الراعي الرسمي طبعا شركه وي الشركه المصريه للاتصالات وي. وده الحقيقه هيكون حتى في نشاطات مختلفه مش بس على مستوى كره القدم. ووعدنا من خلال البيت الكبير ان شاء الله هتكون في مفاجآت كبرى، لكن ما ينفعش ان هم يحرقوها في التوقيت الحالي، خاصه وهم يعني الحقيقه الثلاث مؤسسات يمكن كابتن عادل انت ذكرتهم، مؤسسه الانتاج الحربي، شركه وي للاتصالات، كمان النادي الأهلي. كل المؤسسات دي بتشتغل في ظروف استثنائية يا جماعة. يعني احنا النهاردة واحنا بنلعب دوري بنقول بنشدد على الإجراءات الاحترازية وعودة الدوري عودة مهمة، لكن في شغل على مستوى آخر كمان في شغل ومجهود كبير جدا يا كابتن عادل. دي حقيقة دي حقيقة. واعتقد اعتقد كمان يعني في ان الناس تشتغل في الظروف دي حاجة صعبة جدا، وكمان لو الظروف احسن من كده هتلاقي مردود اعلى من كده بكتير جدا. صحيح. واعتقد دي بداية استثمار كويس، بداية جيدة جدا جدا للاستثمار لحاجات كتير زي ما حضرتك قلتي. مش لازم تكون في الكورة بس، ممكن تكون في العاب تانية كتير جدا. عندنا العاب فردية كتير جدا طبعاً. عندنا احنا ابطال عالم في سكواش وعندنا مصنفين وده مش اخر تطوير يحصل حتى على مستوى الاستاد ده تحديدا. يعني استاد السلام مش اول، يعني ده مش اول واخر تطوير حضراتكم هتشوفوه. دي الخطوه كمان الاولى، ده خطوه اولى. وده اللي يمكن برضو اكد عليه مستر محمد ابو طالب لما وعدنا انه في نقله نوعيه كمان هتحصل على مستوى يعني مش بس الملعب ومش بس الكوره، المزار اللي هيتعمل يا كابتن هاني عشان افكر الناس تاني باول بالكلام اللي اتقال في اول الحلقه. في مزار هيحصل، في ناس هينفع ان هي تزور او جمهور يعني هينفع ان هو يزور الملعب مش بس عشان يحضر مباراه كره قدم، لا هيكون مفتوح لنشاطات اخرى بس يعني او لاستمتاع اخر. يعني في عادل انت عارف بره بيبقى على سبيل المثال ريال مدريد انت ساعات جدا بيعملوا رحلات تتصور في الاستاد وتتفرج تتفرج على اوضه اللبس، تتفرج على تتفرج مع كاس، يعني كاس محطوط جزمه رونالدو محطوطه بيصور الحاجات دي. في متاحف جوه الملعب جوه الاستاد. خلينا نتكلم خلينا نتكلم كمان طبعا الجانب الاستثماري يعني ده جزء مهم جدا، لكن نتكلم على الجانب كمان المعنوي. كمان اتكلمت مع اللعيبه وانت نازل الملعب كويس، وانت نازل الملعب لعيبة النادي الاهلي بيحس انه موجود في بيته طبعا. البساج نفسه بيكون فيها ايموشن، فيها صور دي بتشوف شكله وهو نازل لما انت بتقعد يا عادل وتخش اوضه لبس محترمه بشكلها كويس بيبقى نفسك مفتوحه، نفسك مفتوحه وبتحس مفتوحة ونفسيا منتشي ان انت عايز تلعب، تحس ان انت في بيتك يعني. بتفرق معاك يا هاني طبعا تحس ان انت في بيتك. يعني انا لما اكون في الملعب والاقي الاستاد كله احمر كده زي ما انت شايف كده
بتحس ان انت بتلعب على ملعبك وبتلعب في بيتك، فما بتحسش ان انت بتلعب بره النادي الاهلي، فدي بتفرق طبعا، تفرق لما يكون عكس لما يكون انت مثلا رايح مره تلعب في برج العرب، لا مره تلعب في استاد القاهره، مره تلعب مش عارف، فدي بتفرق طبعا لما يكون ليك كيان خاص بيك، فدي بتفرق مع اللعيب جدا. وده اللي ان شاء الله يعني هنشوفه باذن الله في مباراه الاهلي والانتاج الحربي يوم الجمعه الجاي. بس ناقص بس الجمهور يعني في نفوس اللعيبه يكون بالشكل اللي انت اتكلمت فيه. اكيد طبعا هي بس ناقص التحفه المعماريه دي ان بس يبقى فيها جمهور بس. ده اللي ناقص يعني ان شاء الله ربنا قريب يا رب باذن الله، ربنا يفك الكرب كده باذن الله والدنيا ترجع احسن من الاول. انا بقول لك عادل ده كان حلم من احلام الجماهير، واعتقد كمان ان ده مش نهايه الحلم، يعني ان شاء الله احنا عارفين الاستاد مملوك للانتاج الحربي، وان النادي الاهلي خد حق انتفاع، مش حق انتفاع، هو حق ان هو يكون شعاره يرفع وشعار شعار النادي الاهلي عليه هو ووي، لكن كمان النادي الاهلي ما وقفش على كده، ويمكن دي الكلمه اللي قالها الكابتن محمود الخطيب، ان كمان ده مش نهايه الحلم، لا ده الحلم ان شاء الله ان يكون في استاد باسم النادي الاهلي يملكه النادي الاهلي. انت عارف الاستثمارات كبيره جدا وارقام خرافيه عشان تعمل ده، لكن ان شاء الله ده في البلان، وده من الخطه ان شاء الله او الحاجات المحطوطه في البلان لمجلس الاداره، علشان ننقل بقى خلاص النادي الاهلي يبقى عنده الاستاد بتاعه ملكه وعنده استثماراته اللي جوه وكل حاجه. لكن الخطوه اللي بنعملها النهارده دي خطوه في اول الطريق، وطبعا يعني انا بقول لك ده يوم تاريخي طبعا، يعني يوم تاريخي طبعا طبعا يوم تاريخي، والناس كلها طبعا حلمها ان النادي الاهلي يبقى عنده استاد، واعتقد ده تمهيد للي جاي. ممكن ناخد فتره تحضيريه او تمهيديه لانك تعمل حاجه اكبر، ودي حاجه كويسه جدا. انا شايف ان في ناس كتير جدا حاولت تنتقص من دوله، لكنه حاجه كبيره جدا، بدليل انت ممكن ناس تتخيل حاجه صغيره، بس بص للاطراف اللي موجوده هتلاقي الاطراف اللي موجوده كبيره طبعا. اطراف وزاره الانتاج الحربي والنادي الاهلي وشركه قوميه الانتاج الحربي والاهلي طبعا، فالثلاث اطراف كبار، حتى لو عايزين يعملوا حاجه صغيره الاطراف دي بس لوحدها هتكبر الموضوع، هتكبر يعني هتكبر المشروع الموجود، لكن لا مشروع كبير، مشروع بتتكلم في استاد ضخم، استاد عظيم، بنيه تحتيه هايله ولسه جديد كمان يعني بالظبط، ومدرجات كويسه يعني. وموقع الاستاد كمان كويس، ففي حاجات كتير جدا الناس بتحاول تنتقص من ده، ولكن برضو انت عمال بتعلى وعمال بتكبر، واعتقد دي برضو سلمة اللي حياتك قلته ان اللي فيه استاد ان شاء الله ان الاهلي يبقى عندنا استاد يعني نشوفه ان شاء الله، نشوفه قريب يعني باذن الله ان شاء الله. طيب احنا نستأذنكم في فاصل، والسادة المشاهدين فاصل قصير، بعده مستمرين في البيت الكبير، تفضل. اهلا بحضراتكم تاني في ملعب الاهلي واستاد السلام، برحب بكم مره تانية يا كباتن. اهلا بيك يا كابتن. اتكلمنا عن الانجاز اللي بتعمله، اتكلمنا كمان على الخطوات ان شاء الله اللي جايه، خلينا نتكلم كمان على مباراه الاهلي اللي جايه. مباراه الاهلي كمان هتكون يوم الجمعه ان شاء الله هنا او الملعب دوت. انا اعتقادي الشخصي هيكون في بهجه بالنسبه للعيبه، وفي فرحه كبيره جدا زي ما احنا شايفين او هتشوف في الكاميرا، الصور لعيبه النادي الاهلي موجوده بشكل كويس في الباساج بره، وانت داخل الملعب بتلاقي نادي القرن وفي اوض اللبس، فاعتقد ده كمان هيدي طاقه ايجابيه بالظبط زياده للمباراه. وكمان الفرق، انا لو انا فريق ضيف ورحت ملعب بالشكل ده هبقى قلقان، حتى لو انا رحت ملعب ده كتير بس هبقى قلقان، حتى هبقى قلقان من الناس اللي موجوده دي. في الحاجات دي بتدي رهبه، وبتدي قوه للفريق اللي هو عنده ملعب واللي صور لعيبته موجوده، بتديك انت كمان حافز كبير جدا، مبسوط انت قاعد بتتفرج، حتى مهما كنت نجم كبير ده صحيح، مهما وصلت النجوميه احيانا في حاجات صغيره بتديك دافع اكتر، بالذات كمان في عدد وجود الجمهور دي كمان تديك دفع، فدي حاجه برده حاجه من الحاجات المسانده والمساعده، لو انت مفيش جمهور على الاقل، حتى وانت راح تجيب الاوت، راح تجيب تلعب كورنر، راح تعمل حاجه بتشوف صورتك، ففي حاجه بتديك دافع، فاعتقد حاجه هتبقى ان شاء الله حاجه كويسه وتبقى في صالح النادي الاهلي. ده اللي موجود بره يا كابتن عادل،
موجود موجود بره في الملاعب، موجود فعلا موجود في الملاعب، وكل تدخلي كل اوضه لبس بتلاقي اللعيب وصورته وهو خارج في داخل الملعب. فدي حاجه من الحاجات الحلوه، ويمكن كمان مش في كل الملاعب موجود ده. لا يعني برضو يعني كابتن هاني لعب في مش كل الملاعب في اوروبا لا مش كل الملاعب في اوروبا، مش كل الملاعب يعني هتلاقي ملاعب بتلاقي ده، فدي حاجه برضو كويسه. دي حاجه جميله تحفه يعني بالزبط. حاجه تحفه موجوده في بعض الملاعب في اوروبا، لكن مش كل الملاعب، مش في كل الملاعب. زي انت بتقول، وهاني برضو شاركنا الحوار ده، وانت داخل لو انت يعني منافس للنادي الاهلي وبتنزل وبتلاقي الصوره ديت، انت بتحس بتاخد منك جزء. بتاخد منك جزء يعني بيبقى في رهبه يا كابتن هاني. حتى يعني بمناسبه الصور، يعني احنا ايام مستر مانويل جوزيه لما كنا بنلعب، كان مستر مانويل وقفته بره على الخط يا كابتن هاني، دي لها هيبه. يعني اللعيبه كانت بتيجي بتشوف مستر مانويل. مستر مانويل كانت عارف حضرتك، كان شخصيه قويه جدا طبيعي. وكان عنده يعني يخوف يعني، حتى احنا واحنا هو ليه كاريزما بالظبط كده. فلما اي فرقه بتجينا بتلاقي تلعب النادي الاهلي طبعا كيان كبير، بتلاقي مستر مانويل واقف بره، بتلاقي اسماء كبيره. كان ايامنا كان اوتريكا وبركات مع حفظ الالقاب طبعا. فطبعا بتبقى نازل الملعب رجليك بتخبط في بعضها. انا ده كنت بشوفه في وبس ناس. معمول لك حساب طبعا انا بقول الاسماء دي كلها. سلام بقى لما يكون ليك استاد خاص بيك، وليك صور، وليك كيان كبير وليك ان شاء الله باذن الله يبقى ليك جمهور كمان، الوضع هيختلف كليا يعني. فطبعا عايز اقول حاجه بس، طبعا عايز اشكر مجلس اداره النادي الاهلي، لان بصراحه الناس بتشتغل بما يرضي الله، بيشتغلوا بضمير. لسه شايفين قناة النادي الأهلي دي أول حاجة. تاني حاجة زي ما قلت النهاردة استاد النادي الأهلي، فيعني الناس بتشتغل. في طبعا في ناس بتحاول إن هي يعني بالظبط في أي مكان كده. فأنا عايز أقول بس لجمهور النادي الأهلي، لا النهاردة افرح، ما تفكرش في أي حاجة، أي لعيب مشي أي حاجة. مش عايز أتكلم طبعا في تفاصيل، خلينا النهاردة بنحتفل بالاحتفاليات الجميلة دي. فالنادي الأهلي لازم يفرح النهاردة بالتطوير اللي بيحصل ده، إذا كان في القناة أو إذا كان في استاد. ولسه إن شاء الله أنا متأكد إن مجلس الإدارة إن شاء الله بإذن الله هيبقى فيه حاجات أكتر من كده كتير إن شاء الله. على واقع الله. بقى ذكر كابتن هاني لمجلس الإدارة، هو الحقيقة في أول ما جه المجلس الحالي للنادي الأهلي كان بيوعد وعود الحقيقة ما خيبش ظن الجمهور. لما وعد أو حلم بأن يكون في ملعب للنادي الأهلي وفى بالوعد ده كابتن عادل. ده حقيقي. وده اللي احنا برضو يمكن عايزين نسلط الضوء عليه، انه لما في وعود اتكلم فيها مجلس الإدارة الحالي، ما كانتش وعود رنانة علشان بس مجرد أكسب الانتخابات. هو في نقطة احنا يعني مش دخلت علينا جديد، ان الانتخابات والمجلس الحالي والمجلس السابق والحاجات دي ما كناش بعمرنا ما كنا نتكلم فيها. طول عمرنا بنتكلم على كيان، ما بنتكلمش على اشخاص. وده اللي اتعلمناه من اللي قبلنا ومن اللي قبل قبلنا، من اول كابتن صالح وبعد كده كابتن حسن وبعد كده كابتن خطيب وكل الناس اللي لعبت واخدت مناصب اداريه. انت بتخدم كيان. فلما تيجي تخدم الكيان من قلبك بيبان الشغل الحقيقي، بيبان ان انت ما بتعملش حاجه عشان شو، او انت بتعمل حاجه عشان مجرد انتخابات. لا، انت بتعمل حاجه بتخدم ناديك في الاول وفي الاخر. النهارده مجلس الاداره بيحاول يعمل كل حاجه كويسه، مش بس عشان انتخابات، عشان هم الناس اللي موجوده. هو اتربى في النادي، هو موجود في النادي، ودي حاجه من الحاجات القليله اللي بتلاقيها في اي نادي تاني. ممكن تلاقي انتخابات ومجلس اداره والناس اللي موجوده اصلا ما عندهاش انتماء اصلا للمكان. انت بتتكلم النهارده في مجلس اداره، ممكن يعني مش عايز اذكر اسماء برضه عشان انا مش حابب ان انا اذكر اسماء، بس هتلاقي حاجه اسطوره في كره القدم، واسطوره في السباحه، واسطوره في اساطير من كل حاجه. فدي حاجه برضه قلما ما تلاقيها. مش يعني الناس اللي موجوده مش هي مجرد عشان هي انتخاب او مش انتخاب. لا، انت بتتكلم في ناس خدمت اصلا، كانت طول عمرها في النادي، كان بيلعب وكان عايز النادي يبقى اسمه كبير حبا في النادي. بالظبط. في نقطه مهمه كمان، ان دايما متعودين في النادي الاهلي ان اللي جاي بيكمل. بالظبط. ده جزء مهم جدا ما بيحصلش في حتت كتير. دايما يقول لك ايه يعني على جميع المساوات، اللي بيجي جديد دوت دايما يبص لا، وبعدين بيحاول يشوه اي انجاز اتعمل قبل كده. فميزه النادي الاهلي في على مر العصور، على مر كل مجالس الاداره، ان الناس دي بتيجي تكمل، وانه لو لقى حتى لو لقى خطا حصل قبل كده، الخطا ده ما بيتذكرش وما بيصلحش الضوء عليه، يعني بالظبط.
انت فاكر عاده كانوا بيقولوا لنا ايه انت النادي الاهلي دوت بيبقى كله مشاكل بس ما بتقولوش يا اولاد اللذين يعني دايما ده حتى مقوله كده بين الجماهير يقول لك النادي الاهلي ما هو مليان مشاكل بس ما بيقولوش ايه احنا اتعلمنا الكلام ده احنا بيت واحد مشاكلنا بنحلها جوه لكن ما فيش حته فيهاش مشاكل كل حته فيها مشاكل ولكن المشاكل ممكن تكون مشاكل مصطنعه ممكن تكون مشاكل مخلوقه وممكن مشاكل مشاكل حياتيه النظر عادي ممكن وارد جدا عادي جدا بين كل الناس ولكن بس حتى لو كانت بيكمل. مشاكل صغيره برضو ما بنلاقيهاش طلعت برضو بره وحتى لو كبيره وحتى لو كبيره بتتحل ويبقى ليها المردود بتاعها ضعيف انك عايز تعمل مشكله لا الناس كلها بتحاول هو نادي هو انت بتتكلم في النادي الاهلي انت النهارده انت بتتكلم في اسم الاسم ده كل رئيس نادي جه او كل واحد لعب في النادي هو استفاد من الاسم مش النادي هو اللي استفاد باللعيب لا استفاد باللعيب طبعا مع احترامي ولا يعني كابتن صالح احنا انا بالنسبه لي وبالنسبه لكل الناس كلها الاسطوره في 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 مجلس الاداره كابتن صالح بالنسبه لنا في مدرج كابتن... هنا باسمه على فكره بالمناسبه كابتن صالح في مدرج خاص للعوائل اسطوره اداريه كمان قبل ما اسطوره رياضيه اسطوره كرويه اسطوره اداريه كابتن صالح كابتن صالح برده النادي الاهلي اضاف له مش هو اللي اضاف للاهلي النادي الاهلي كان موجود وكابتن صالح هو اللي بقى موجود في النادي وبدا يشتغل وبدا يبقى ليه كارير في النادي بتاعه فيعني النادي الاهلي هو اللي بيضيف لاي حد فدي فالناس كلها لو انت بتشتغل لخدمه النادي وده مش شعارات ودي حاجات يعني احنا دلوقتي بقى الامور مختلطه شويه انك ممكن واحد يكون بيتعامل ان هو عشان شعارات فانا هشتغل وهعمل لكن في حاجات اللي بتطلع من القلب بتوصل واللي بتطلع من القلب فعلا حقيقي بتوصل وبتبان والشغل بيبان مهما حاولت تتصنع لا اللي جواك هيبان وده اللي بيحصل في النادي الاهلي وده على مر العصور بالكبير بالصغير اللي لعب 20 سنه ولعب 10 سنين ولعب شهر ولعب سنتين ولعب سنه بتلاقيه بيشربه ومع الوقت حتى لو ما عرفش يطبقه بس هو جواه هو هتلاقي جواه ده ممكن يكون ما جاتلوش فرصه انه يظهره ولكن هيبقى الاول في الاول وفي الاخر النادي الاهلي هو اللي بيصنع اي حد مهما كان مدرب اداري لعيب مع احترامي لكل المدربين اللي جم لما جه في مصر اي مدرب لو جه مثلا بالنسبه لي مانويل جوزيه لما جه مصر السي في بتاعه ما كانش اعلى حاجه السي في بتاعه عالي في مصر بعد النادي الاهلي مدرب النادي الاهلي باسم النادي الاهلي فهو النادي الاهلي هو اللي بيصنع مش الاشخاص اللي بتصنع ده حقيقي فدي نقطه نفسي الناس كلها تبقى عارفاها وما يشغلش بال حد مين الشخص لا هو النادي الاهلي هو في الاول وفي الاخر النادي الاهلي صحيح ودي الرساله اللي اتعلمناها واللي المفروض اللي جاي كله يتعلمها انتوا النهارده كنتوا يعني الاهلي كان بيلعب الاهلي الاهلي الاحمر والاهلي اصفر مين اللي كسب الاهلي ايه احمر دايما الاهلي احمر كسب الاهلي احمر دايما انتوا كنتوا بتطلعوا بعض النهارده انتوا كنتوا فريق واحد صح لا هو كان احمر وانا لا هو اللي خسر والله خسرتوا كام 13 8 فرق انت معايا فين لا ما كانش معايا لا هو اللي خسر هو هاني كمان مش عارف مين اللي كان معاه خلي بالك يعني هو وصلت لمرحله ان هاني في الملعب مش عارف مين اللي كان معاه ف لا يعني هو لا هو زي ما بقول لك هو كان تجمع هو كسب بس ما اعرفش كام طيب كسبت كام لا كتير بس الحكم طبعا الحكم هتتكلم على الحكم كمان في المباراه دي كمان هتزعل مننا لا كان يوم ظريف يعني يوم حلو ودايما في التجمعات ديت بنحبها عشان بيبقى فيه هزار كتير وناس ما بنشوفهاش بقى لنا فتره طويله بنتجمع تاني وناس ما بنشوف بعض تاني يعني بص يا كابتن هاني انا ما لعبتش مع حضرتك بالظبط وما لعبتش مع يعني كابتن ربيع سين ما لعبتش معاه كابتن ربيع وما لعبتش مع هاني وفي ناس ما لعبتش وفي ناس كابتن ربيع في ناس ما لعبتش معاها وكابتن علاء عبد الصادق وكابتن ايمن شوقي وكابتن علاء ايوب الناس كلها موجوده والناس كلها بتتعامل تحت رايه واحده خلي بالك مش كل واحد بيتعامل باسمه يعني الناس اللي موجوده حتى واحنا قاعدين في اوضه لبس برافو عليك كلنا تحت رايه واحده ففي الاخر انت نجم في وقتك وانا ممكن اكون نجم في وقتي في الشويه اللي لعبتهم وحتى انا نجم في شويه لعب فهم في الاول وفي الاخر احنا مش نجوم على بعض هو احنا في نجوم في المكان ده مكان فتحس ان روح حلوه والناس مبسوطه واليوم يوم يوم جميل والناس كلها فيه ليها احترام لبعض مفيش تنافس لحاجه كل واحد بيشتغل شغله وبيحاول بيأدي وظيفته اللي موجود فيها اذا كان بيخدم النادي من جوه النادي او بيحب النادي من بره حقيقي ولكن في الاول وفي الاخر لا اليوم جميل ويوم ظريف زي ما حضرتك قلت
واتمنى ان يبقى انه يتكرر بعد كده. دي احلى حاجه من الحاجات اللي كانت موجوده النهارده، الناس كلها اتجمعت وفي ناس اصلا عمرها ممكن يكون ما اتكلمت مع بعض. فدي حاجه من الحاجات اللي كانت حلوه في اليوم جدا يعني. ده اللي احنا هنختم بيه. انتوا النهارده طبعا اولا شرفتونا كابتن عادل، كابتن هاني شرفتونا جدا النهارده طبعاً. ودي كانت ليله خاصه في البيت الكبير من ملعب الاهلي واستاد السلام. كنت انا مبسوطه على المستوى الشخصي، فخوره جدا جدا ان انا بنتمي لهذا الكيان العظيم، واي حد بينتمي فعلا للكيان ده اسمه بيبقى كبير. دي حقيقه. البيت الكبير بيجمعنا دايما دايما، عيله الاهلي او العيله الاهلاويه هي عيله واحده، بيجمعها الحب، بيجمعها القيم والمبادئ. انا بشكركم جدا جدا، وده يوم تاريخي ليا، ده يوم تاريخي في تاريخ كل اهلاوي. كنت انا فخور ابني من ابناء النادي الاهلي ان انا اكون موجود في يوم زي دوت، فخور ان اكون دايما معاكم في البيت الكبير اللي بكره ان شاء الله. استنونا بكره من 10 ل 1 ان شاء الله في البيت الكبير. تصبحوا على خير.